فريق شباب ريف الحزيمي كان سباق التهديف من طرف اللاعب عبد الصمد المباركي في هذه المحاولة. ثم في آخر دقائق الشوط الشوط الأول اللاعب عبد الهادي حلحول يستغل فريق شباب ريف الحزيمي كان سباق التهديف من طرف اللاعب عبد الصمد المباركي في هذه المحاولة. ثم في آخر دقائق الشوط الشوط الأول اللاعب عبد الهادي حلحول يستغل اتجاه اللاعب فاطوكوما ضائعة وانطلاق من طرف اللاعب ديوب عند اللاعب العياطي تمرير عند اللاعب برزوق والمحاولة حموني والهدف التعادل لفائدة فريق المغرب الفاسي من طرف اللاعب عبد الهادي حلحول في الوقت بدل الضائع. الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع تعلن هدف التعادل لفائدة فريق المغرب الفاسي. محاولة وانطلاق في هجمة خاطفة من الرواق الأيمن وتمريرة على المقاس من طرف اللاعب العياطي. حركة جميلة ديال اللاعب حمزة برزوق اللي خلى اللاعب عبد الهادي حلحول وحيدا أمام المرمى للتسديد يعني بشكل مريح لتسجيل هدف التعادل. إذن هدف لهدف والمباراة تعود إلى ميزان التكافؤ إلى نقطة البداية نقطة التكافؤ والتعادل. حلحول ينفرد يمرر عند اللاعب والهدف والهدف الثاني لفائدة فريق المغرب الفاسي. قلت قبل لحظات حذاري من تحركات هذا الفريق وهذا اللاعبين خبرة كبيرة في أي لحظة قادرين أنهم يعودوا. إذن العودة كانت والمسجل اللاعب حمزة برزوق الهداف الخلاص اللاعب المتميز يسجل هدف في أوقات حاسمة على بعد خمس دقائق فقط. حلحول في انطلاقة سريعة من وسط الميدان ويضع الكرة بشكل مميز أمام اللاعب حمزة برزوق قلت أن اللاعب حلحول يرد هدية اللاعب حمزة برزوق في الشوط الأول عندما هيأ له